الجسم والحواس. أكتشف جسمي وجهي. أحبائي الصغار، تعالوا نكتشف مع بعضنا البعض أعضاء أجسامنا مبتدئين بالوجه. أكمل في كل وجه العناصر الناقصة. الإجابة: انظروا إلى كل وجه ولاحظوا العنصر الناقص فيه. نعم ما لاحظتموه صحيح، أحد الوجوه ينقصها حواجب، الآخر ينقصه أذن، كذلك أحدها ينقصه أنف، وفي الأخير وجهان يحتاجان لرسم العينين، الأنف، الحواجب، الأذنين. أما الآن لاحظوا الأشياء، ثم صلوا كل شيء بالعنصر الذي يحس به. الإجابة: لقد أصبتم، فلكل حاسة عضو يختص بمعرفة الأشياء من حول الإنسان، العين تمثل حاسة البصر. الانف يمثل حاسه الشم اللسان يمثل حاسه التذوق الاذن تمثل حاسه السمع اما اليد فهي تلعب دورا هاما في معرفه الاشياء من خلال اللمس